وما زلنا في نقد شبهات هؤلاء المبتدعة من المتصوفة ومن يقف بجانبهم من جماعة الإخوان المسلمين، ومن المرتزقة من بعض الصحفيين الذين يروجون لهذه البدعة بين المسلمين. من الشبهات أنهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى قال: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتسبحوه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فقالوا: ما دام ربنا سبحانه وتعالى أمر بتوقير النبي صلى الله عليه وسلم فنحن بنعمل المولد. أولا يقال لهم أن توقير النبي صلى الله عليه وسلم غير محدد بوقت معين، يعني لو أنت استدليت بالآية دي على المولد لتوقروه، معناه توقير النبي يلزم الزول اللي بيستدل أن يوقر النبي صلى الله عليه وسلم في 12 يوم أو 20 يوم، وباقي أيام السنة ما يوقر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الحاصل منهم، ده الحاصل من الناس اللي بيحتفلوا إلا ما رحم ربي من الجهال، عرفته؟ من حيث الأفعال، لأنه بتلقى واحد يدعي أنه يوقر النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه يأخذ كلامه بمحبة وبإجلال، وهو أبعد الناس عن ذلك. فتلقاه رابط له حجبات، تقول له: والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وتقول له: والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر الرجل أن يقطع ما كان يلبس من تميمة، كما في حديث عقبة بن عامر أن 10 رهط أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الإسلام، فبايع 9 وأمسك عن 1. قالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا، أي السبب؟ فقال: إنه معلق تميمة. قال: فأخرج الرجل يده وقطعها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. فلو صحيح قاطع الطريق هذا الذي يزعم أنه يوقر النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان كلامه صدقا وحقا لما علق هذه التمائم، بل ولما كتبها. ولا القاعدين يكتبوا التمائم دي منه؟ كتبها الصوفية، فهمت؟ بل فيه إهانة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى جاب القرآن وأنزل القرآن حتى يعمل به الناس. الصوفية ممكن يعملوا لك شوربة عشان تشرب، يكتبوا لك بدوايا ويغسلوا تشرب، ممكن يعلقوا لك في حجبات ويكتب القرآن بالنجاسات، ولا ما حاصل؟ يكتبوا لك بدم حيض أو بدم مسفوح أو بغيره من أو بغيرها من النجاسات، ويعطيها لإنسان من المساكين يعلقها ويمشي يأكل بها أموال المساكين. ده حاصل ولا ما حاصل؟ هل هذا توقير للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يا صوفية يا مجارمة، انتوا بتلعبوا على منو؟ ده ما توقير، ده غير البلاوي الثانية. توقير للنبي عليه الصلاة والسلام ومخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، اتفرقوا 12 طريقة، وربنا قال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 73 فرقة. قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال الصحابة رضي الله عنهم: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب انتوا لو صحيح يا متصوفة بتوقروا النبي عليه الصلاة والسلام، حتطبقوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وتعرضوا ما تفعلون على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. تعال شوف العقائد،
الخيمة الأولى عقيدتها في الصائم ديمة، إنه الصائم ديمة بينزل المطر، وإنه الصائم ديمة بيدي الجنة، وإنه الصائم ديمة بيشفي من الأمراض إلى آخر. الخيمة الثانية عندها عقيدة في البرع، إنه هو البغيث الملهوف، وإنه البرع هو البيعلم الغيب، وإنه هو المتحكم في الكون. وربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وربنا سبحانه وتعالى قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه. القاعدين معلقين في المولد، الصور المعلقة دي، وفي ناس مساكين يجي المولد بدل ما يبيع له حاجة، وإن كان برضو البيع هنا محرم في المحل ده، لكن بيجي يبيع الصور بتاعت الفقرة، يبيع له ونحن ناقصين، ما خلاص جو المولد وعملوا تشويش للبشر، فهمت؟ وغلوا علينا الأسعار واشتغل بقت جايطة. في داعي تاني تجد بيعها عشان الناس يعلقوها فوق الصور، يعلقوها لك فوق، يبيعوها لك بثمن بخس، يبيعوا لك حاجة انت تمشي تعلقها في بيتك، تاني الملائكة ما بتخش عليك، بيتك يكون كله ملان شياطين، يقول لك الود بقى يشوف حاجات، ما الحاجات دي جاب ابوك الشيخ، الحاجات دي اللي بيشوفوها دي الصورة المعلقة دي، نزل الصورة تحت، بعدين راجلين في البيت ما بيقعدوا، شرطها وادعها وانت بتشتريها ليه ذاته، عرفتها؟ تلقى خيمة تانية عندها عقيدة في التجانية، وبيعتبروا انه المولد ده موسم من مواسم نشر هذه الطرق، وعشان كده في المولد انت بتفتكر انه الناس عبارة عن ناس من الاجواد وناس من اهل الكرم، يقول لك يا سلام يا اخي، شايف ابويا الشيخ المولد ده شت جاء اكلوا زلابية ما بيخلصها منك بعدين، انت قال الزلابية بعدين ما من الشيرينج، انت قايلها من وين الزلابية دي؟ بيجي واحد ابويا الشيخ هاي هاكا دي للمولد، هكذا للمولد، بيجي بيعمل بها زلابية بغشك، بعد ذاك بيقول لك نحن طبعا المركز الرئيسي بتاعنا في حلة خوجني الطريقة الختمية، تجي معانا هناك، وبعد ذاك ثاني انت بتجيب الحاجات الثقيلة، بتجيب العتان، فهمت؟ وبتعصر البقر والحاجات الثانية، ما ابوك الشيخ دي بيعتبرها شبكة، شغل بتاع نهب مصلح، ده نهب مصلح ما مسلح، ده نهب مصلح، لأنه لما يغش الزول في عقيدته تاني أنت بتكون مباري ساكت، مباري زي ما وصى البرعي أتباعه، قال أستاذك يا فقير كون عنده ذليل حقير، تكون ذليل وحقير للشيخ، ليه أتبعك الصغير لا تميل أبدا لغير. عشان كده نحن قلنا للصوفية لو كلامكم ده حق كان اجتمعته، ليه القادرية جوا المولد بتلقاهم 12 قادرية، ليه لو كان صح انتم منهجكم ده منهج حق ومنهج على وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بتتفرقوا ليه؟ تلقاهم جوا 14 القادرية اتقسموا، لكن لانه الشغلة فيها قروش، فيها مربي ذهب بتجي للفكي بعد المولد ينتهي، وتاني في واحد بيكون داير جنى، في واحد بيكون داير جنى، بيجي للشيخ بعد لا جيبوا نرد عليه، جيب رد له الكتاب دي كويس، ابشر خليه معاك، بعدين واحد بيجي لي سوق ورا يا خالق الله خلينا نشتغل، عرفتها؟ واحد بيجي للفكي بيكون ثاني بيعتقد انه الفكي ده بيشوف بيعلم له الغيب، يشوف الزول ده شغال شنو، وهكذا عرفتها، يقعدوا يورطوا في الناس. ولذلك يا اخواننا الساحات بتاعت المولد دي فيها شغل كثير بتاع فساد وترويج لهذه الطرق ونشر لهذا المنهج الفاسد، منهج أهل البدع والضلال، ده غير الطعن في الإسلام وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده الواحد اللي بيجي يقول لك المولد فيه توقير للنبي صلى الله عليه وسلم، ما فيه أي توقير وأي احترام للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ربنا عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا اخي لو كان فيه توقير للنبي صلى الله عليه وسلم بيجيك الاسم الشيخ خليفه ذاك في ام درمان ويقول انه النبي عليه الصلاه والسلام قال اضمن بضمانتي، والجماعه مصدقين القاعدين له تحت، الشيخ عايل لي هنا اضمن شنو؟
هو الشيخ ضامن روحه. ولذلك اخواننا دي ساحات بتاعت فساد. من الشبهة بتاعتهم اللي بيروجوا لها يقول لك جاء في البخاري ان ثويبة مولاة ابي لهب لما اعتقها ابو لهب لما بشر بولادة النبي صلى الله عليه وسلم ومات ابو لهب قال بقى يخفف عنه العذاب بفرحه بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقد أريه بعض أهله بشر حيبة فسأله فأخبره أنه يخفف عنه في يوم المولد أو كما جاء في الرواية. عرفت؟ وهذه الرواية رواية مرسلة، مرسلة من أقسام الحديث الضعيف، وهو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فده من مرسل عروة رضي الله عنه، وهذه الرواية غير صحيحة. بعد ذلك ابن حجر نقل كلام أئمة المالكية كالقاضي عياد وغيرهم من العلماء، وأجمعوا على أن الإنسان الذي مات على الكفر لا تنفعه الأعمال الصالحة نهائيا. عرفت؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. ولذلك يا أخواننا الإنسان اللي بيجي يستدل بالكلام ده، ده إنسان داير يروج للباطل بتاعه بأي طريقة كانت. ولذلك العلماء أيضا قالوا في الرد على من استدل بهذه الرواية المرسلة الضعيفة أن الذي رأى مجهول، هل رأى منه؟ هل رأى واحد من الصحابة أم أنه رآه إنسان مجهول؟ عرفت؟ ولذلك أخواننا ما بيصح أن يستدل بهذه القصة على جواز أن يحتفل الإنسان بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. عرفت؟ وبعد ذلك تاني ما عندهم شبه نجيضة، كله عبارة عن كذب وخيالات بيحاولوا إنه يروجوا بها على عوام الناس، العوام المساكين. ولذلك تعلم أن هذا المولد الذي ينشره هؤلاء المتصوفة لو لم يكن فيه إلا نشر هذه العقائد الباطلة الموجودة في كتاب أزاهر الرياض وكتاب طبقات والضيفلة وغيرها من الكتب، لو ما كان فوقه إلا الضلال ده لكفى بذلك سببا في تحريم هذه البدعة الشنيعة المحرمة التي تخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والصوفية الواحد يزعم إنه النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه وإنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخالف في الشريعة. وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري أن ملائكة أتت النبي صلى الله عليه وسلم. ركز معانا هنا، لا تشتغل. واحد بيكون مسك له ويريد فك منه، بيكون كلكل إبليس، بعد ذاك لحق التونسية، ده خلصان ما عندنا الموضوع ده. فهمت؟ ركز معانا، نحن شغلنا والعاقلين نحن عندنا فيهم رأي، أنت فاهم كلامي؟ فالشاهد من الكلام الحديث أورد البخاري في باب الاعتصام بالكتاب والسنة أن ملائكة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم هو نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة وإن القلب يقظان. قالوا مثله كمثل رجل ابتنى دارا. شوف المثل ده عجيب كيف، لو ما سمعت المثل ده هتتورط ساكت، خليك منه يا اخ ده ما عنده حاجه. فهمت؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام الملائكه ضربوا له مثل، اسمع المثل ده بدل تسمع الحجو حجو، انا لي في زيارته هو، يخلوك تهوهو وتاني ما بتربط، تاني صابلتك ما بتربط، بيحلجوك ساكت. فهمت؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام قالوا مثله كمثل رجل ابتنى دارا.
طبعاً المساكين الزايدين بيكون أول مرة يخشوا الدوري الفرنسي الممتاز، فهمت؟ عشان كده بيضقلوا بيك وبيدوك بيضة وحاجات كثيرة وانت بتتورط، فما تخش هنا. انت مش أزل أبوك الشيخ أول، شوف الحاصل شنو، انت ما شفت حميدة ده كان بيلعب ليك جاي حاول معانا كده. الحمد لله ربنا كشفوا للبشر وطفش مرة واحدة. بشرة لو جاء هنا برضو بننجموا لك. الخنجر دكتور، دكتور انت قال له كمان ساكت، دكتور بيقري في جامعة ام درمان الإسلامية ليلة زايق، نفتش له بالفتاشة، نفتش له بميزان باسمه شنو بتاع الذهب ده، فهمت؟ جهاز الذهب ما لاقينه، فهمت؟ تفتيش مواقع ما لاقينه، هاربين ليه؟ لأنه منهجهم فاسد وباطل، بوديك جهنم منهج الصوفية ده، فهمت؟ ما بنقول أي صوفي ماشي جهنم، لكن المنهج ده بوديك جهنم، وده كلام عنده أدلة وموضوع طويل. فده الآن زايق، الإزيرك طفش، مشى أمريكا زايق، العجوز الشمطاء حميد بابكر بيقول لي امشي برا برا، حوالينا ولا علينا على الآكام والضراب ومنابت الشجر والأودية، أنت فاهم؟ كلهم هربوا، لأنه الدعوة السلفية هي دعوة الحق. ربنا قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، وده كلام ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده الشعب السوداني ما بيجي يحضر الحلقات دي، لأنه الناس اللي بيتكلموا فصيحين، ولا لأنه الناس اللي بيتكلموا عندهم قبيلة معينة، ولا لأنه الناس اللي بيتكلموا بيجدوا الناس قروش، لأنه الناس اللي بيتكلموا بالسنة والكتاب والسنة ديل فوق. ربنا قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ما بتقدر تغالب الكتاب والسنة، ما بتقدر يا صوفي يا مسكين. بندر شك لما راسك يسخن، إما أن تتوب وإما أن تنكشف للعالم، أنت فاهم الكلام؟ ولذلك نحن دائما ندعو الناس إلى التمسك بما في القرآن والتمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وترك البدع والمحدثات والخرافات، وأن هذا هو السبب في تعطيل نهضة الأمة، والسبب في غلاء المعايش، والسبب في عدم البركة، والسبب والسبب كله هو البدع ومخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا عز وجل قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بعدين الواحد الصوفي نحن نقرأ لك آيات، أنت شايل عكاز مالك؟ ها؟ شايل عكاز مالك؟ دار تسكت القرآن يعني؟ ما بتقدر يا ود الحلال، نحن شت لو مشينا ربنا بجيب لك ناس يقروا عليك الآيات دي جوا بيتك ذاته، أنت فاهم؟ فخير لك يا صوفي تستفيد، خير لك تقعد تبقى إنسان محترم تسمع كلام الله، لأنه ربنا سبحانه وتعالى لما أهبط آدم عليه السلام من الجنة قال اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني شنو هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وربنا سبحانه وتعالى قال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، معيشة ضنكة. الشيخ ما فضل له إلا يشد فيك الكارو، أي حاجة بتعمل له جيب التبروكة جيب التبروكة، أمسح الحذاء تمسح الحذاء، أمشي جيب الموية تجيب الموية، أقعد مع الشيخ 60 سنة تقعد معه ما تعرس لغاية ما الشيخ يأذليك ما تعرس، بعد تعرس تجيب مرتك للشيخ يبرك عليك. ليه دي ما معيشة ضنكة؟ هسي ما معيشة ضنكة؟ داير مطر، المطر المجانية من ربنا سبحانه وتعالى، رب العالمين يرزق من يشاء بغير حساب، ربنا يديها للموحدين مجاني، لكن المشرك اللي يدفع قروش، ذلة في الدنيا والآخرة، أنت فاهم؟ عشان كده ما تقعد تغالط في القرآن في كلام ربنا، كلام ربنا ده لا قدروا عليه المشركين، لا قدروا عليه اليهود، لا قدروا عليه النصارى، ولا قدروا عليه الكونغرس ومجلس الكنائس الأمريكي وعلي الجفري والإزيرك، أنت ما شفت الاجتماع بتاعهم اللي اعترف به والإزيرك في غاعة الصداقة؟ قال نحن جلسنا مع مجلس الكنائس ومنظمات قال في الصف الأول والكونغرس الأمريكي الصف الأول، ده كله عشان شنو؟ عشان يمنعوا المسلمين يصل لهم القرآن ونور الهداية. ماذا حصل لهم؟
الناس كرهوه هو وكرهوا الكنيسة والعواليق المعه. ربنا سبحانه وتعالى قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ولذلك نحن نبشر المسلمين بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكرناه، قالوا مثله أي عليه الصلاة والسلام كمثل رجل بنى دارا وصنع فيها مأدبة وليمة، لأنه بنى بيت جديد، ثم بعث داعيا زول ينادي الناس للوليمة، قال فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا فالداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس أو فرق بين الناس أي بين المحقين وبين المبطلين، فهمت؟ فأسعد الناس بالسنة، أسعد الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، هم الذين يتبعون هديه، وهم الذين يأكلون كما أمر أن نأكل، ويشربون كما أمر أن نشرب، ويلبسون كما أمر أن نلبس، ويعيشون كما أمر أن نعيش، ويأخذون في عباداتهم وفي أمورهم الدنيوية والأخروية كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك هم الفائزون. ربنا قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأشقى الناس الزول المادار يتابع النبي عليه الصلاة والسلام، راجل واحد بس نحن البنباريو هو محمد صلى الله عليه وسلم، ما داري تباريو انت، حتباري 600 راجل، يجي بيجاي الشيخ تجري وراه، ودى الشيخ جاء برضو تكون بارك له، لأنه في الطرق الصوفية ودى الخليفة خليفة، ودى الفكي فكي، ودى الشيخ شيخ. انت تكون ماسك النوبة 60 سنة، قول له أبو يا شيخ ما في طريق نمشي قدام، قول لك أيوه لا تعترض فتنطرد، يعني يا نوبتك يا تمشي الشارع، فهمت؟ كن بين يدي الميت بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل، تكون مباري مقدم. تقال مقدم معناه شنو؟ معناه بيصلح الخيمة، بيصلح المحل بتاع الهرجلة والهردبة ده، فهمت؟ وبيصلح الأكل للدراويش. تكون قاعد مقدم 400 سنة، أبوك كان مقدم وجدك كان مقدم، أصبليطة دي بس بيكون فيها مقدم، بس نجمة واحدة ما بدوك لها، بتكون قاعد كده بس مكانك راوح. ليه؟ لأنه ما ممكن أنت تبقى شيخ ودى الشيخ قاعد، ولو كان ودى الشيخ ده أشر الناس يسكر ويعربد ويسوي أي حاجة، لكن هما ودى الشيخ. عشان كده الختمية، الأسماء بتاعت الختمية دي زول، طبعا كثير من الناس قد يكون ما عارف السبب، مثلا اسم تاج السر، فهمت؟ تاج السر وسر الختم دي جاء من وين؟ ما الختمية قالوا نحن ختمنا الولاية، سموهم ختمية لأنهم قالوا خلاص الولاية دي ختمناه، معناه نحن كلنا أخواننا بعد الختمية جنة لنا ما في، على حسب كلام الختمية، لأنه ربنا قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا إلا تبقى ولي حتى تخش الجنة. هم قالوا ختمنا، هم ذاتهم اتورطوا، قالوا طيب يا أخي الشيخ ما جاب ولد، أها، وما ممكن طبعا ود الشيخ يخش النار، قاموا سموه سر الختم، يعني الختم بيخش وبيخش معاه والسر بتاعه، السر ذاته جاب ولد، حلوها كيف؟ قالوا نسميه تاج السر، يعني الختم خشى ومعاه السر، والسر عشان ما يخش براو يخطوا له تاج فوق راسه، تاج السر خش معاه، لعب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وذر الذين اتخذوا دينهم شنو؟ لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. ولذلك يا اخواننا نحن اي بدعة تجي، بدعة المولد، النصف من شعبان، الرجبية، صلاة الرغائب، غير من البدع المعروفة عند أهل التصوف، نحن بننكرها ونحذر الأمة منا حتى لا تقع فيما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض، يعني قدامكم، قال وليذادن أقوام من أمتي من على الحوض،
أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء. قال فأقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أحدثوا معناه جابوا بدع. فأقول سحقا لمن غير وبدل. في ناس مساكين أول مرة بكون سمعوا الحديث، فنحن بنحذرك أول مرة سمعت الحديث، أي عبادة ما عندها آية ولا دليل صحيح الصحابة ما عملوها أبعد منا بعيد. لأنه يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام بيدعو عليك، تجي تشرب من الحوض من حوض الكوثر، الملائكة تضربك، ملائكة تذودك تبعدك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمتي أمتي، الملائكة تقول له عليه الصلاة والسلام إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيدعو عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نحذر جميع المسلمين من الذهاب إلى هذه الأماكن التي فيها معصية الله سبحانه وتعالى، من الشرك إلى أصغر هذه المعاصي. ربنا سبحانه وتعالى قال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم.